تجاوزت جرائم الاحتلال التركي جميع القوانين والمواثيق الدولية بحق الإنسان والإنسانية وبشكل خاص للمرأة. ومنذ احتلال مدينة عفرين السورية ارتكب جيش الاحتلال التركي المتمثل بمرتزقته والذي يضم عشرات الفصائل الإرهابية عدة جرائم بحق أهالي المدينة، ومنها خطف الأهالي والنساء والمطالبة بالفدية للإفراج عنهم. ومن جانب آخر عمدت الفصائل الإرهابية والمرتزقة إلى خطف النساء وظهور فيديو مصور لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه العنف المرتزقة بحقهم، وذلك لإجبار الأهالي على الخروج من المدينة وإجبار المرأة على الرضوخ لهم. ولكن من هنا من ناحية تل حميس نقول أن المرأة لن ترضخ مهما ارتكب المرتزقة من انتهاكات وجرائم، لأن المرأة السورية ناضلت في خندق واحد إلى جانب الرجل خلال الأزمة السورية، وستستمر في النضال حتى تحقيق المساواة بين الجنسين. ندين الصمت الدولي ومنظمات حقوق الإنسان حيال جرائم الاحتلال التركي من خطف وقتل واغتصاب في المناطق المحتلة، بالرغم من رفض المرأة بشتى الوسائل سواء بالبيانات أو الفعاليات ضد تلك الجرائم. ونناشد جميع منظمات الإنسانية والحقوقية إلى فضح ممارسات مرتزقة الاحتلال التركي والانتفاض في وجههم من خلال الفعاليات والبيانات. مؤتمر ستار ناحية تل حميس.